النادي الاخضر تحيه بارما تحيه طيبه لطالما كان الهدف المشروط للرياضه هو بث روح السلام وتعزيز الاراده في نفوس المتابعين ولطالما كانت كره القدم التي اجتمع عليها العالم انها الرياضه الاولى لدى الشعوب ولتحقيق ذلك ولا يتحقق ذلك الا بتسيير حكيم ونزيه من رؤساء الاتحادات الخاصه بالكره واننا ندين باشد العبارات الاستهجان للمدعو عبد الله الشحومي رئيس لجنه المستشارين وترك البقية تتخطى ضحية تضييق الخناق مما ينعكس سلبيا على سير الدوري الليبي الممتاز كما ندين الصمت الممنهج الذي يمارسه رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم في عدم مراقبة سياسة لجنة المسابقات وعدم المساواة بين الأندية الممتاز عليه نطالب بتأجيل مباراة الأخضر ضد فريق التعاون حيث قبلت كافة طلباتنا بتأجيل اللقاء بالرفض أقادة والابتعاد عن الظلم الممنهج على نادي الأخضر الرياضي الثقافي الاجتماعي والشرطة.